السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير، يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير. قراءة روحانية بضربة الودع لمواليد برج القوس، صلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين كل احبابنا في الله، ادعموا الفيديو باللايك فضلا وليس امرا. برج القوس، عندك تغيرات قادمة تدق بابك، خلاص هانت، خلاص رح تخرج من الهم اللي انت شايله، رح تخرج من التعطيل اللي عندك، كل حاجة رح تنزاح عنك بأمر الله، عندك تغيرات كثيرة قادمة ليك وهتدق بابك، عندك بدايات عاطفية وأمور جديدة رح تحصل معاك. الضيق اللي انت شايله والخنقة والحياة اللي مزعلاك ومش عارف تفضفض، ربنا معاك، هيطمن قلبك وهيسعدك، لأنك عشان شافك سمعت كلام ضايقك. كلام ضايقك، حصل مشاكل عندك، عندك كتير حاجات شايلها في قلبك. شايفك هنا بتتبرر يعني من اشخاص تعبوك، بتخرج بعيد عنهم او بتبعد عنهم. لان شايفك عندك يعني حالة ركود مسيطرة عليك من فترة. يعني خلاص هتخلص منه. ومن بعده هتبدأ الامور تتلحلح معاك، واحدة ورا الثانية. بقول لك هنا شايفك هنا بتحاول تبعد عن الاشخاص المزعجه او الاشخاص اللي بتسبب ليك يعني في ارهاق نفسي. شايف بقول لك هنا شخص من العائله هيكون في بينك وما بينه كلام، الشخص ده يكون في بينك وما بينه كلام من العائله، هيقلب للخناقه، هيقلب للخناقه ما بينكم. شخص هنا بيلجأ ليك في مشكله تخصه، ولكن انت بترفض مساعدته. ليه؟ لانك عارف انه مش بيكبر لحد او بيكبر حد هذا الشخص، فانت كده هترفض مساعدته. شايفك هنا الماديات الفترة دي يعني فيها توتر، وانت مصاريفك اكتر من داخلك. شايفك بتدري وراء الزمن، بس انت شايف الزمن مش مدي ليك حقك. بقول لك احذر من حبايب يقلبوا معاك بأعداء، واحذر من اثنين يتحدوا عليك بس ربنا بينصرك عليهم. بقول ليك هنا ما يعني ما تحاولش تقف ضد الحبيب او تعاند معاه الفترة دي، لانها فترة مش هتكون في مصلحتك. عندك مصلحة حكومية بتخلصها ومناسبة حلوة بتفرح به. شايفك هنا بتلم الحبايب، بس في واحدة ست غيرتها عليك هتكون عاملة ليك مشاكل، ورب العالمين هيخردك من مرحلة تعب انت هتتعرض لها. ابعد عني هنا عن الخوف واليأس، وبص لحياتك واكل عيشك، اطلع من الطاقة السلبية اللي انت فيه، اطلع من الحزن، اطلع من الهم والحزن اللي جواك. قلبك شايفك هنا قلبك مش بتعبر به لحد، وكأن جواك هموم كتيرة ومحتاج من رب العالمين أن يزيح عنك. في أشخاص أنت هنا بتقف معاهم في أزماتهم وهم دايما مكرين. شخص هيجي لك لحد عندك، عشان الشخص ده هيجي لك لحدك عندك عشان يعتذر منك. الشخص ده هيجي لك عشان يعتذر منك بسبب غلطات كثيرة صدرت منه، ولما قعد بينه وما بين نفسه غلط نفسه، فهيدي لك يعتذر منك هذا الشخص. شايف هنا أشخاص كثيرة يعني غلطت، فهل أنت تقبل الاعتذار أم ترفض؟ هذا هيكون اختيارك أنت. إن أشخاص غلطت فيك كثير وأذتك كثير، فهل أنت هتقبل اعتذارهم أم هترفض؟ الاختيار ليك أنت. شايفنا اللهم صل على الحبيب، إنسانة أفعالها حمقاء، أفعالها مش كويسة معاك، وكأن أفعالها بتزداد يوم بعد يوم. هتبعد عنها وهترفض معاها اي حديث مرة تانية.
بقول لك اطلب من رب العالمين الحاجة اللي انت عايزها، اطلب من رب العالمين الحاجة اللي انت عايزها، لان رب العالمين الوحيد اللي هيحقق امنياتك. حاول تعزز علاقاتك مع الاشخاص الفترة اللي جاية، بقول لك عندك هنا مكانة حلوة هتوصلها وهتوصل ليه. في شيء هنا عندك، في عندك نقلة، في نقلة في تفكر يعني فيها هنا عن قريب. في مشكلة بس عندك في عتبة البيت، وكأن المشكلة دي يعني بتكبرها، المشكلة دي انت بتكبرها علشان تعزل تعزل. شايفك انها تسمع على حد هنا، وكأن شايفك انها تدخل في تعب صحي، في حد يدفع لك فلوس على دكتور، شخص انت يعني ليه مكانة جوا قلبك. حاول يعني بس في شخص هنا حاول تنزل مكانته من قلبك، لان هيجي الوقت اللي هتكتشف يعني لان مش هينفعك ولا تنفعه. بس احذر من تعابين، احذر من التعابين اللي حواليك. في واحدة ست، الاولى واحدة ست بتحاول توقعك في غلطاتك، والثاني راجل، والثاني راجل عيونه زايغة وعايز يستغلك. في شخص هنا جاي لكم من مكان بعيد، الشخص ده من مكان بعيد جاي لكم، بس بعد ما يجي لكم بياخذ معاه حادي، بياخذ معاه حادي خير منكم وهو ماشي. الشخص ده شخص هنا بتقعد معاه بتنبسط بمعرفته جدا. في ورقة حكومية بتخلص على خير، بتمسك مبلغ مادي، شافك بتمسك مبلغ مادي وبتفرح بيه، مبلغ مادي دايلك وفرحان بيه. بس خلي بالك هنا عشان في اشخاص يعني بتحاول تهد من طموحاتك وتفشلك في حياتك، ودي نتيجة من الغيرة. بقول لك هنا حاول ترتب امورك بشكل صح، وحاول كمان هنا تغير من بعض تفكيرك اللي انت مستمر عليه من فترة طويلة. عندك شخص هنا هيكسر الشخص ده بخاطرك بسبب يعني كلامه المزعج، وعندك شخص هنا الشخص ده من عتبة العيلة هيكون يعني مزعج ليك، برضه مزعج ليك خلال الفترة القادمة. بقول ليك انت يعني تعبت كتير ومريت بظروف كانت تعب وضغط بالنسبة ليك. شخص انتهى يعني سمحته كتير واكتر من مرة ومرة، وهتضطر تتنازل علشان تسامحه مرة كمان. احذر من الحب، احذر من الحب خلال الفترة دي بمعنى ادق، وحاول تعرف فين اللي بيحبك وفين ومين وعايز في حياته. خليك اعرف الصح من الغلط، وفكر قبل ما تاخذ قرار، واعرف الشخص المناسب ليك والشخص اللي بيحبك وبيعزك واللي هيكون في حياتك. سيبك من الشخص اللي كلامه كتير وكلامه بيضحك عليك، خليك في الشخص اللي بص لمستقبلك وبص للشخص المناسب ليك الصح. صلى على الحبيب المصطفى ويدعم الفيديو باللايك احبابنا في الله. بسم الله الكاشف. شايف هنا هترزق بمبلغ مادي هتفرح بيه، وعندك شخص هنا قلبك يعني الشخص ده قلبك هيكون واكلك من طريق تصرفاته معاك، انه شايفك هنا يعني بتحاول تنغلق الفترة دي على نفسك. يعني شايفك هنا منتظر شخص يرجع لك، انت منتظره يرجع لك الشخص ده بطريقة ندم، عايزه يرجع لك بطريقة ندم انه ندمان، وكأنه هنا مهم حاول تصفي منه، لان انا شايفك هنا لان انتقامك اقوى من قلبك. بس عندك الحب الكبير لي، شايف انسانة هنا بتتدسس عليك،
الانسان دي بتتدسس عليك في كل مكان، وكأنها يعني مش رايدة ليك الخير. عندك شخص او اشخاص برضو بيحسدوك، بيحسدوك على النعمة، بيحسدوك على فرحتك، بيحسدوك على انبساطك، بيحسدوك على اي حاجة حواليك هنا مش كويسين. بس عندك هنا قرار هتاخذه في الشغل. شايفك هنا بتتوجه مع شخصين، بس خلي بالك من المواجهة لانها يكون فيها حراج ليك، احذر. في عندك هنا مشكلة مع شخصين هتنحل، المشكلة دي راح تنحل على خير بإذن الله تعالى. شايفك هنا انت يعني محتاج العزلة الفترة دي، مش العزلة انك تقفل على روحك او تقعد مع نفسك، العزلة يعني بعيد عن الناس دي شوية، لان الناس دي حاسداك وتعباك، محط مع حياتك وحتى محط مع افكارك الاشخاص والناس دي اللي حواليك. انت يعني تعبت كتير ومريت بظروف كانت اقوى منك. في عندك خيار هنا، في عندك خيار ما بين يعني فرصتين، وهتكون متردد ايهما تختار، ولكن هتتنازل على اختيار وهتوافق على اختيار الثاني. ما تحاولش الفترة دي تدي يعني ثقتك الزايدة عن اللزوم في اشخاص حواليك، لان عندك هنا الخذلان موجود. عندك تغير وظيفي الفترة اللي جاية، وده نتيجة زيادة المسؤوليات عندك. علاقتك مع الحبيب محتاجة وقت تفكير حتى تقيم علاقتك بيه. شايفك هنا عندك تحرر، هتحرر نفسك من الأشخاص السلبية اللي عليك، أو من السلبيات اللي عليك. هتحرر نفسك الفترة دي، خلال الفترة دي عندك هنا شخص هيكون يعني وفي معاك يعني مخلص ليك. عندك مشكلة بتكبر بينك وما بين شخص، المشكلة دي تكبر ما بينك وما بين شخص. خلي بالك نفسيتك الفترة دي هتكون يعني مش مظبوطة، وعندك خروج من أزمات حواليك، عندك خروج من الأزمات اللي حواليك. عندك مشكلتين مع شخصين مختلفين، وفي عندك هنا عودة لشخص من الماضي. عندك عودة، في حد هنا بيعرض عليك علاقة أو حب أو حاجة زي كده. شايف هنا شخص هنا بيسرق من قلبك اللقمة، بيسرق منك فرحتك، بيسرق منك سعادتك، وبيكذب عليك. الشخص ده كذاب وبيكذب عليك. خلي بالك وكون حريص من الشخص اللي بيحبك، من الشخص اللي مش بيحبك، من الشخص اللي بيتمنى لك الخير، من الشخص اللي بيكرهك. حرص وكون حريص. في قرار هنا هتاخده، القرار ده هيغير حاجات كتيرة في حياتك، راح يغير حاجات كتيرة عندك. عندك براءة من تهمة موجهة ليك، في براءة من تهمة. عندكم هنا زواج للبعض منكم، في زواج، وشايف البعض الآخر هيدخل في قصة حب جديدة. زواج للمنفصلين أو لسه ما زودوش، شايف زواج جديد ومنكم دخل في قصة حب. في شخص هنا يعني الشخص ده هو سبب معاناتك، يعني غدر، أنا شايفه غدر بيك، وأنت مشيت في طريق يعني طريق لوحدك، وسابك في نص الطريق، سابك هنا وأنت مشيت كملت طريقك لوحدك، وصلت وعديت مع انك تعبت، لكن وصلت للي انت عايزه وخرجت من المعاناة دي وقفلت بابها. البعض هنا راح تتلاقى بشخص يعني هيكون كويس، بس خلي بالك من المنافقين اللي حواليك، بيتمنوا خراب بيتك ويحتفظ لأسرارك. خلي بالك في واحدة عاملة لك سحر، سحر هو سبب الانفصال وسبب التعطيل والضيقة والخنقة اللي بتديلك، اللي بتتنرفز بتفه الأمور
مش مستحمل حد، التعب اسفل الظهر، الصداع، الاحلام، احلام الحيوانات، هو اثر السحر. خلي بالك، خلي بالك من الاشخاص دي واحتفظ لاسرارك وعين الله تحرسك. في هدية يعني، في هدية ليك، هدية كويسة وللبعض هنا اراك في موعد غرامي مفاجئ خلال يعني ايام مع شخص انت بتحبه، بتحس بالسعادة معاه. بس انا شايف هنا في شخص يعني جديد، الشخص ده مشاعره واتجاهه غريبة. شايفك هنا؟ للمنفصلين هنا في فرحة من شخص يعني كويس، لان شايفك في فرحة في ارض بيتكم. شايف في فرحة في ارض بيتكم، فرحانين، زواج جديد باذن الله تعالى. للمنفصلين او المبتعدين في رجوع، في رجوع زواج مرة ثانية. ابشر، عندك تدخل الهي من فوق سبع سماوات لحل مشكلة كبيرة معك. المشكلة دي راح تنحل، هي سبب ألمك وحزنك وتعبك. هناك مساعدة في خروج من أزمة وسداد دين معلق يعني منذ فترة، راح تسد. عندك تيسر أمور وقضاء حاجات وتوفيق في العمل ونجاحات واستقبال بشرات متتالية بإذن الله تعالى. صلي على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم بشرني بما أنتظر منك وأنت خير المبشرين كله. أتمنى من أحبابي في الله فضلا وليس أمرا يدعموا الفيديو باللايك وينزلوا في التعليقات يصلوا على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. وإن كنت بتعاني من السحر أو مس أو تعطيل داخل القناة، كل العلاجات او الرقم امامكم اللي حابب يتواصل معنا، واللي حابب نعمل لهم فيديوهات لعلاج السحر، ان كنتوا حابين اعمل لكم فيديو اكتبوا فيها التعليقات عايزين لعلاج السحر، وانا ان شاء الله هعمل لكم فيديو لو عايزين لعلاج السحر باذن الله تعالى، او علاج المس او علاج الحسد. شوفوا انتوا عايزين انهي علاج واعمله ليكم باذن الله تعالى.